يا صباح الهنا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة أول يوم وأكيد كل واحد عامل المحمر والمشمر، ويا ترى إيه هو المشمر؟ اللي يعرف يبقى يقول لي. دايماً بنقول حاجات منبقاش نعرف هي إيه. النهاردة هعمل لكم طبق ينفع يناسب لأول يوم للي عامل عزومة في بيته. هعمل لكم فريك بالفراخ واللحمة المفرومة، طبق شامل كامل فيه البروتين وفيه النشوي. هنبتدي بالفريك دلوقتي عشان نخلصه على ما يستوي، نكون كملنا بقية الحاجة. هحط الزيت، هحط حتة زبدة، هاخد نص كمية البصلة اللي احنا قايلين عليها، هاخد نصها كده بصلة كبيرة عشان اخلي الباقي للحمة المفرومة. هشوح وهنزل بالفريك اللي مشطوف ومغسول. بقلب الفريك بالبصل وهبتدي احط التوابل بتاعتي قبل ما انزل المية عليه. ملح والفلفل طبعا بيبقى بحسب الرغبة، يعني كل واحد عنده. انا ملحي خفيف شوية، ما بحطش ملح كتير. وهحط شوية قرفة وشوية حبهان مطحون. بقلب البهارات كلها مع بعض وهروح حاطة المية المغلية. هتقولولي بقى المية قد ايه؟ هنغطي الفريك، هنطلع سنة صغيرة. أول ما يبتدي يغلي هروح موطية النار عليه وأغطي وانقله على العين دي عشان نشتغل إحنا بالعين التانية. خلاص هبتدي أعمل دلوقتي اللحم المفروض. أنا كاتبة لكم إنه لحم على الصاج على طول، بس أنا عشان خاطر عارفة إن هيجي لي أسئلة، طب اللحمة بتتعمل إزاي؟ هوريكم دلوقتي بنعملها إزاي بسرعة. هاخد شوية زيت بقية البصل وهنزل باللحمة المفرومة. أقلب اللحمة المفرومة بالبصل وهحط برضو عليها البهارات او التوابل بتاعتنا، وهحط برضو شويه قرفه صغيرين. دايما نكسر زفره اللحمه او اي حاجه، القرفه بتبقى حاجه حلوه. اللي يعمل الاكله يبقى يبعت لي ويقول لي شكلها ايه ويبعت لي صورتها عشان نشوف انتوا عملتوها ازاي. وهخلص اللحمه المفرومه وهروح داخله بعد كده على الفراخ، وهوريكم بقى طريقه الغرف، هنحط ايه على ايه وايه مع ايه. خلاص اللحمه كده تقريبا استوت، هشيلها وهحطها على جنب واخش على الفراخ. الاول هتبل الفراخ. الفراخ بقى بقطع الصدر الفرخه على ثلاثه، ثلاثة بالطول، يعني لو ده صدره كان تخين بنقطعه على ثلاثة بالطول كده عشان تبقى رفيعة ما تبقاش تخينة، لأن احنا بنحطها شرايح فوق الفريك، فهتبقى بالرفع ده كده زي ما احنا شايفين كده. هتبل الفراخ بالملح وبرده والفلفل، هقلبهم بعض كده، هحط زيت وهنزل بالفراخ
وهي على النار هروح حاطة السماء وهسيبها تستوي من على الجنبين، ما بتاخدش وقت خالص، يعني هما 3 دقايق بالكتير وبتلاقي الفراخ استوت كده. خلاص الفراخ استوت خلاص زي ما احنا شايفين، عملت لون وقرمشت وبقت حلوه جدا. هبتدي بقى اغرف، هغرف الفريك الاول. نعلي من النص شويه بس مش جامد برضو عشان هنحط اللحمه المفرومه عليه من فوق. هجيب الفراخ ابتدي ارص الفراخ سخن بسرعه تسخينه سريعه اللحمه المفرومه بس دقيقه واحده كده، وهروح نازله باللحمه. على الفريك ولازم ابقى مغرقه الوش بقى بالسنيبر. ممكن نبدل السنيبر بلوز للي ما بيحبش السنيبر، ممكن نعمل لوز ده هو. بعدين هاخد الورق المنديل هوضب طبقي كده، هيبقى الطبق جاهز، طبق الفراخ والفريك واللحمة المفرومة. وعايزة كله يجربه وتقولولي بكرة أخباره إيه.